بعد 20 عاما تغادر سجنها متوشحة الكوفية الفلسطينية. هي المناضلة اليابانية من أجل تحرير فلسطين فوساكو شيجينوبو. تودع السجون اليابانية عن عمر يناهز 76 سنة بعد قيادتها هجمات مسلحة في جميع أنحاء العالم دعما للقضية الفلسطينية. あなたの母親は誰ですか？名前はシギノブフサコ。彼女はアラブの人たちと戦いたいと思って30年前ぐらいにここに来て日本赤軍の責任者。لقبت الملكة الحمراء. بثت الرعب خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين بعد تأسيسها الجيش الأحمر الياباني في لبنان عام 1971. وهو منظمة ثورية ذاع صيتها بعمليات احتجاز الرهائن وخطف الطائرات والهجمات المسلحة، أهمها عملية مطار اللد في تل أبيب عام 1972 التي نفذها 3 يابانيين وأسفرت عن مقتل 26 وإصابة نحو 80. فمسيرة فوساكو انطلقت بعد انضمامها للحركة اليسارية المتطرفة، حيث التقت مع كثير من الشخصيات الفلسطينية منهم الشهيد غسان كنفاني. عاشت في حالة فرار دائم في الشرق الأوسط. اعتقلت عام 2000 بعد عودتها سرا إلى اليابان وحاربت السرطان في محبسها حتى تغلبت عليه. حكم عليها بالسجن عام 2006 بتهمة اقتحام السفارة الفرنسية في هولندا عام 1974، لتعلن من سجنها حل الجيش الأحمر الياباني عام 2001.